طيب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات. نعم جيد، من الكتب المهمة لطلبة العلم ويحتاج إليه كثيرا. طيب أنتقل إلى هو أصلا أول ما ألف في هذا هو كتاب أبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وكتابه سماه كتاب الجرح والتعديل، وهو موسوعة في هذا الباب، وابتدأه أول ترجمة فيه ترجمة مالك بن أنس، لأنه لم يترجم للمجروحين ولا للمعدلين، إنما ترجم أولا للمعدلين. أي نعم، معدلون بدأ منهم بمالك وبعده بشعبة من الحجاج، وهكذا على حسب اختياره هو إلى أن يصل إلى أبيه وأبي زرعة، ثم بعد ذلك يذكر كلامهم في الناس. كذلك التواريخ، تواريخ يحيى ابن معين المروية عنه هي ليست من تأليف يحيى، لكن من سؤالات طلابه له. كذلك سؤالات أبي داود الإمام أحمد هي من هذا القبيل، ومثل ذلك أيضا حتى العلل لما أحمد هو فيه الجرح كثيرا والتعديل. وأيضا الدارقطني في علله وأيضا حتى في مسنده ذكر كثير من الجرح والتعديل. والنسائي لما ألف كتابه في الضعفاء وألف العقيلي كتابه الضعفاء وألف ابن عدين كتاب الكامل، وكلهم في الأصل عيال على ابن أبي حاتم الرازي زادوا عليه، لكن الأقدم ترتيب ألف للرجال في غير الجرح والتعديل هو كتاب البخاري تاريخ الكبير. لما عرضه على شيخه إسحاق بن راهويه قال هذا السحر، لأنه أول مرة يرى ترتيب الأسماء على المعاجم بهذا الشكل، أول من رتب الأسماء على المعاجم الإمام البخاري رحمة الله عليه. رحمة الله عليه.